مفهوم الإيمان من وجهة نظر اليهودية. ننطلق في تناولنا مفهوم الإيمان من وجهة نظر اليهودية من الإقرار مع الفيلسوف الألماني اليهودي مارتن بوبر بأن فهم الإيمان يستند إلى ركيزتين أساسيتين، تقوم الأولى منهما على مبدأ الثقة بشخص ما، ما يعرف في الديانة اليهودية بمفهوم إيمونة أي الإيمان، فيما تستند الركيزة الثانية إلى الاعتراف بحقيقة شيء ما، وهذا ما يحدده مفهوم بيستيس اليوناني المسيحي. لا شك في أن هذه الثنائية مبسطة جدا، لكنها تشكل نقطة انطلاق لتحليل موسع للمفهوم. على سبيل المثال، لا يمكننا التغاضي عن الاختلاف الجذري بين كل من الديانتين اليهودية والمسيحية من حيث وظيفة الإيمان. فانتماء المسيحيين إلى ديانتهم إنما ينتج في الدرجة الأولى عن إيمانهم، أما انتماء اليهود إلى دينهم فيكون أولا بتطبيق فرائض الناموس. يتضح لنا هذا الاختلاف بين الديانتين فيما يتعلق بمفهوم الإيمان. إذا عدنا إلى كتاب اليهود المقدس أي العهد القديم، حيث مصطلح آمان الذي اشتقت منه كلمة إيمان لا يتجاوز استخدامه 51 مرة، وذلك بالمعنى الضيق المحدود للثقة أو التصديق، وتستعمل الكلمة كاسم في 49 موضع آخر. مقارنة بذلك يستخدم فعل آمن باللغة اليونانية 243 مرة في العهد الجديد، وهو كتاب المسيحيين المقدس حصرا. إضافة إلى ذلك، غالبا ما يقترن مصطلح الإيمان حيثما يستخدم في العهد القديم بمفاهيم أخرى، منها الثقة والتضامن، كما بمفهوم الخوف بمعنى الاحترام أو الجزع. من الملفت للنظر في السياق نفسه أن النصوص العبرية الأولى تخلو من أي عقيدة منهجية أو تعليم شفوي أو أي نوع من العقائدية الدوغماتية المنهجية التي قد تصف الإيمان. صحيح أن الديانة اليهودية ترتكز إلى مجموعة من العقائد الأساسية، غير أن تلك الأخيرة تختلف باختلاف مصدرها ولا تشكل صورة متماسكة. وقد أصبح الإيمان في العصور الوسطى مقولة من المقولات الفلسفية العامة ونوعا من التقاطع بين مفهومي الإيمان والحق، ويغيب هذا تماما عن كتاب المسيحيين المقدس. مع ذلك يطالعنا في بعض النصوص العبرية، ومنها على سبيل المثال الكتاب الخزري للشاعر والهاخام اليهودي الأبرز في الأندلس يهوذا بن سامويل اللاوي، وصف الإيمان من وجهة النظر اليهودية على أنه يرتكز إلى علاقة تاريخية ما بين الشعب اليهودي وإلهه وإلى التواصل بينهما، أكثر مما يرتكز إلى الإيمان بحقيقة تأملية مجردة. يضاف إلى ذلك أن المعتقدات النظرية الفردية في التقليد اليهودي لا ترتبط بالتطور المجتمع، فالتوراة تشكل مركز التقليد والركن الثابت الوحيد فيه. مع هذا تغيب الأجوبة الحاسمة والقاطعة عن مسائل تفسيرها، فما يبقى التقليد حيا، وهذا النقاش الذي لا ينتهي حول مسألة تكييف التوراة مع الظروف المتغيرة. حتى إيمان إبراهيم وهو الإيمان فردي بامتياز دفع بصاحبه إلى الرحيل عن جماعته الأصلية، يكتسب أهمية بالغة في هذا السياق، وذلك بالدرجة الأولى لأن الإيمان قاد إبراهيم إلى تأسيس جماعة وتقليد جديدين، وليس لكون إيمانه نموذجا عن الإيمان الفردي.